أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الفجيرة تجمعنا، واللي إن شاء الله من خلاله راح نتطرق لمواضيع كثيرة ومختلفة ومتنوعة من إماراتنا الحبيبة. طبعا مشاهدينا عندنا مواضيع كثير شيقة اليوم، منها سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، وأيضا عندنا تحضيرات واستعدادات عيد الاتحاد 51، وهناك أيضا مجموعة كثيرة من المواضيع الأخرى طبعا الهادفة والتقارير إن شاء الله راح نقضي وياكم أمتع الأوقات إن شاء الله. مشاهدينا طبعا واليوم وتحت عنوان الفلسفة والراهن افتتحت اليوم الدورة الثانية لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، وهذا المؤتمر تحت رعاية وحضور سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، ويستمر مشاهدينا هذا المؤتمر حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة عدد كبير من المفكرين والباحثين العرب والأجانب، وتناقش موضوعات المؤتمر الأبعاد المختلفة للفلسفة وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير أيضا التعليم، إلى جانب تناول معنى الزمن التاريخي الراهن. مشاهدينا رصدنا لكم تفاصيل هذا المؤتمر في سياق هذا التقرير، خلونا نشوف وياكم. الفلسفة هو الراهن، الراهن هو الزمن التاريخي المعيش، أي نحن الذين نعيش في هذا الزمن، وهو مليء بالمشكلات، المشكلات التي يعيشها البشر دون أن يعرفوا أسبابها. وبالتالي الفلسفة تحاول أن تكشف عن الراهن وتكشف عن مشكلاته وتقدم الإجابات الممكنة على الخلاص من هذا الراهن. لماذا قلت الخلاص من الراهن؟ لأن الراهن واقع يبدو لا يعجب أحدا. هناك مشكلة الإنسان، مشكلة الطبيعة، مشكلة القيم، مشكلة المعرفة، مشكلة عالم الاغتراب، الضياع، الالونيشن. الفلسفة وهي تكشف عن مشكلات الراهن فإنها تضع بيد الإرادة وعياً يستطيع هذا الوعي أن يستخدمه من أجل صناعة العالم، وإلا فإنه إذا بقي الراهن على ما هو عليه فترة طويلة من الزمن فينشأ ما أسميه أنا الاستنقاع التاريخي. هذا جزء من نشاط بيت الفلسفة الكبير. نحن لدينا الآن ببيت الفلسفة، أولاً مجلة بيت الفلسفة، وهي مجلة تقريبا رائدة في مجال الفلسفة. لدينا حلقة الفجيرة الفلسفية، وهي مؤسسة من عدد كبير من الفلاسفة العرب. لأول مرة بتاريخ العرب يكون هناك حلقة فلسفية مقرها وين؟ الفجيرة، يعني الفجيرة أصبحت مركزا فلسفيا. النقطة الثالثة، معجم الفجيرة الفلسفية، نريد أن نؤلف معجما في الفلسفة انطلاقا من وعي الفلسوف العربي بالفلسفة، لأننا كل المعاجم هي ترجمات عن لغات أخرى، يعني لا تجد في المعجم الإنجليزي اسما لفيلسوف عربي معاصر، بينما تجد اسما لأستاذ فلسفة في كامبريدج، أليس كذلك؟ وبالتالي تأكيد استقلال الوعي الفلسفي العربي. هذا المؤتمر في الفجيرة هو فريد من نوعه، لأنه الفجيرة هي السباقة في إعطاء الفلسفي دور كبير في توعية
المجتمع العربي وخصوصا مجتمع الفجيرة من ناحية استخدام الفكر الفلسفي لتبديل وتغيير المجتمع من نحو الأفضل ونحو التطور. هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني في المنطقة العربية، ونحن نعول عليه كثيرا لأنه سيفتح مجالات كبيرة للمفكرين في عرض ونقاش المسائل الكبرى المطروحة في العالم العربي على المستوى الفكري، على المستوى السياسي، على المستوى الديني، وكيفية استخدام الفكر النقدي من أجل تطوير العقل العربي نحو الأفضل. نعم مشاهدينا، لازلنا معاكم ومستمرين في إمارة الفجيرة، وبتحديد لسباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2022 اللي بينطلق بعد كم يوم في نسخته السادسة طبعا من هذا السباق. وطبعا بيستمتعون مشاركين بتجربة استثنائية في إمارة الفجيرة الخلابة مطلع الشمس، وبيكون طبعا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راح ينطلق إن شاء الله يوم السبت القادم بتاريخ 19 نوفمبر من هذا الشهر. وطبعا بيكون بالتعاون ويا وايد جهات، ولكن نذكر الجهات هذه في فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا، نرحب وياكم بضيفنا بالدكتور حمد جمعة سعيد الغاشمي الزحمي، رئيس الأقسام في الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الفجيرة الوطني. دكتور حمد حياك الله معانا في برنامج الفجيرة تجمعنا. الله يحييك، وأول شيء أبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين. الله صلي وسلم. نشكركم على هذه الاستضافة القيمة من نوعها في هذا البرنامج الجميل، ونحن سعيدين بتواجدنا معاكم. الله يسلمكم، هذا واجبنا طال عمرك. الله يطول بعمرك. نعم الله يسلمك. دكتور، بداية خلنا نتكلم شوي عن تفاصيل السباق، فالكلمة لك. سباق بنك الفجيرة الوطني ابتدى نسخته الأولى في عام 2017 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة. استمر هذا السباق لمدة 3 سنوات متتالية في 2017 و18 و19، ولكن توقف بسبب جائحة كورونا في 2019 و20 و21. ولكن نحن الله يسلمك جينا بمبادرة مبتكرة من نوعها، وخلينا السباق يستمر الله يسلمك عن طريق المشاركة عن بعد. ففي السنتين اللي توقف فيها السباق في جائحة كورونا حمسنا المشاركين أن يشاركون عن بعد في آلية معينة عن طريق مشاركة المسابق بنفسه، يجري يصور لنا التوقيت والمسافة اللي قضاها، وعليها الله يسلمك جوائز، وشجعناهم بهذه الطريقة. والحمد لله رب العالمين، نرجع في هذه السنة 2022 للحمد لله المشاركة الطبيعية بفضل جهود قيادتنا الحمد لله رب العالمين. راح ينطلق السباق في يوم السبت 19 نوفمبر إن شاء الله. طبعا موفقين، بس أمانة يعني حركة ذكية. أنا أشوف أن في وقت الجائحة وأنتوا تستخدمون هذه التقنية أو هذا الأسلوب لإكمال مسيرة السباق هذا، يعطيكم العافية عليها أمانة يعني. الحمد لله رب العالمين، هذا حرصنا كبنك الفجيرة الوطني وحرص الإدارة على هذه المشاركات، لأن الله يسلمك نحن ممكن الواحد يحط في باله في بنك مالي تجاري إسلامي شغلات هذه فيها يعني مثل ما تقول تجارة، ولكن نحن عندنا يعني ثقة تامة أن هذه المشاركات المجتمعية و الأشياء هذه تساهم في إبقاء في تنمية المجتمع الحمد لله رب العالمين. عندنا الله يسلمك في مبادرات عالمية اللي هي ESG، عبارة عن Environmental Social Governance، اللي هي الله يسلمك المبادرات البيئية الاجتماعية وحوكمتها في الشركات.
طبعا اي مؤسسه او اي شركه راح تحرص حرص تام في المشاركات التي تلائم البيئه، اللي مضر البيئه، وكذلك اللي تنمي المجتمع بهذه المشاركات. الحمد لله رب العالمين. نعم دكتور، يعطيكم العافيه طبعا على جهودكم الكبيره هذه. ولكن هناك تساؤل دكتور فيما يخص المستويات الرياضيه اللي تقدر تشارك وتسجل في هذا السباق. نحن الله يسلمك حطينا هذا الشيء والأمر بالحسبان، ولذلك نحن عندنا عدة مسافات الحمد لله في سباق بنك الفجيرة الوطني في هذه النسخة. عندنا ابتداء من أعلى شيء 11 كيلومتر، وال11 كيلومتر بيكون في الطريق الجبلي. نعم. فهذا شيء مبتكر الحمد لله رب العالمين، أنه في عندنا متسابقين كثار يحبون أن يختاضون هذه المسافات اللي هي في الطرق الوعرة والجبلية. عندنا الله يسلمك مسافة 10 كيلومتر، وعندنا 5 كيلومتر، وعندنا 3 كيلومتر. نعم ممتاز. نستهدف فئات متعددة اللي هي المحترفين اللي حابين يحققون أرقام عالية ويكسرون أرقام حققوها في السباقات اللي قبل. الهواء وكذلك الله يسلمك متاحة لهم المشاركة. كذلك العوائل والأطفال ومن كل الأجناس الرجال والنساء. جميل والله جميل. لكن دامك قلت الأطفال والعوائل ومن الجنسين رجال ونساء، شو الأعمار المناسبة للتسجيل في سباق بنك الفجيرة الوطني اللي راح ينطلق إن شاء الله يوم السبت؟ قبل لا نتكلم عن الأعمار، في فئة جدا مهمة ما ذكرناها اللي هي أصحاب الهمم. أصحاب الهمم لهم دور كبير في المشاركة، ونحن الحمد لله عاملين حساب وندعم هذه الفئة من المجتمع ومشاركتهم مع الفئات الأخرى الحمد لله. طبعا ما في عمر محدد، ولكن نحن نقول من 5 سنوات وطالع ممكن يشارك، لأن احنا قلنا الأطفال ومع العوائل. ممكن الله يسلمك في أب حاب أن ابنه أو بنته تشارك معه، بالعكس هذا شيء متاح ولكل الأعمار اللي يستطيعون المشاركة في هذا السباق. جميل جميل. إذن ماذا عن آلية التسجيل في هذا السباق؟ آلية التسجيل كانت إلكترونية، كان في رابط للتسجيل. نعم. في بريمير أونلاين. طبعا لما تدخل الصفحة الإلكترونية للتسجيل فيها فئات السباق من ناحية المسافات، 11 كيلومتر مثل ما قلنا، 11 كيلومتر اللي هو الطريق الجبلي، 10 كيلومتر، 5 و3. طبعا بتسجل بياناتك وتختار الفئة اللي راح او المسار اللي راح تشارك فيه وتكمل الاجراءات الله يسلم، وتعتبر انك مسجل في السباق. جميل جميل. والتوقيت بعد دكتور حمد، بنعرف التوقيت السباق متى بيكون، شو توقيتاته بالضبط؟ طبعا بيكون اول شيء هو في تاريخ 19 نوفمبر. نعم. اللي صادف يوم السبت باذن الله. اكيد. هذا طبعا يوم اجازه للكل، فالكل يكون يعني باستطاعته انه يشارك معنا في هذا السباق. طبعا بيبتدي التسجيل او التجمع و بدايه الله يسلمك التجمع والاحماءات في الساعه 5:30 صباحا. نعم. راح ينتهي التسجيل للفئات اللي هي 11 كيلومتر و10 و5 الساعة 6:45. أول سباق اللي هو في الطريق الجبلي راح يبتدي في الساعة 7 صباحا، ثم يتريه السباق اللي هو أقل بعدد الكيلومترات 10 كيلومتر الساعة 7:05، ومن بعدها بيكون 5 كيلومتر الساعة 7:10. من ثم الساعة 7:45 بيروح للمرحلة الأخيرة اللي هي 30 كيلومتر، وراح يبتدي السباق الساعة 8 الصبح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله موفقين. طبعا إحنا يعني نبغي نسلط الضوء شوي على دور السباق في الاستمتاع أمانة بالأجواء وبالطبيعة الساحرة الموجودة في إمارة الفجيرة، خاصة في سباق الممرات الجبلية وكذا، وهذا ناخذ منك شوية تفاصيل أكثر. مثل ما ذكرت أستاذ علي الماحي أن طبعا الفجيرة تتميز بطبيعتها. أكيد. فالحمد لله نحن عندنا الجبال وعندنا البحر،
فهذا الشيء وتضاريس الفجيرة طبعا مميز مقارنة بأي مكان ثاني، والحمد لله الحين ابتدى الجو يدخل في الشتاء. نعم. ويكون الجو جدا تحسن الأجواء شوي تحسن الأجواء ويكون الجو جدا جميل. طبعا السباق طبعا له دور صحي في صحة المجتمع وصحة الفرد. طبعا صحة المجتمع وصحة الفرد هذه راح تكون لها أبعاد كبيرة جدا، ممكن أي إنسان مبتدئ ما راح يفكر فيها، ولكن أبعادها ممكن تكون اقتصادية كذلك، لأن الرياضة راح تنعكس بالصحة على الفرد، فبالتالي راح يكون سليم وبيبتعد عن المستشفيات والأدوية والشغلات والأمراض المزمنة. العقل السليم في الجسم السليم. هي بالضبط. طبعاً بيكون لها دور سياحي للإمارة. إحنا راح نستقطب مشاركين من شتى الإمارات، احتمال في مشاركين يكونون بعد من برع الدولة داخلين الدولة بإمكانهم كذلك المشاركة. راح يشوفوا جماليات الفجيرة من ما تحمل من طبيعة خلابة، ومن مثل ما تقول مواقع ممكن الواحد أنه يزورها ويستمتع فيها مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا فيما يخص جمالية الفجيرة خلنا شوي نحمس مشاهدينا وتحديدا الناس اللي بعدهم ما سجلوا عشان يسجلون، نبقى نعرف السباق دكتور حمد على شو من المناطق السياحية راح يمر في إمارة الفجيرة. السباق والمسارات اللي في السباق وعلى حسب المسافات اللي موجودة راح تغطي طبعا مسجد الشيخ زايد الله يرحمه. نعم. بيكون مرور على متحف الفجيرة وكذلك على قلعة الفجيرة وعلى المحلات والمولات التجارية في إمارة الفجيرة. طبعا يعتمد على المسار اللي بيشارك فيه المتسابق، ولكن إن شاء الله راح يغطي كل هذه المناطق والمعالم السياحية اللي في إمارة الفجيرة بإذن الله تعالى. طبعا احنا نبغي أيضا نتكلم عن الجهات اللي قدمت رعاية في لهذا السباق، طبعا رعاية معاكم طبعا بالتعاون ويا بنك الفجيرة الوطني في رعاية هذا الحدث الكبير. مثل ما أنت تعرف هذه النسخة السادسة لسباق بنك الفجيرة. نعم. الوطني للجري، ففي هناك شركات كثيرة مثل ما تقول تبادر بالمشاركة ورعاية هذا الحدث العام الكبير في الدولة. راح نذكر بعض الشركات لأن إذا ذكرناها كلها ما راح نوفي طال عمرك الوقت. عندنا الشركة الرائدة في المجوهرات مالابار مشاركين كراعي معانا، عندنا ميناء الفجيرة، عندنا الفجيرة للموارد الطبيعية، وكذلك في شركات جدا أخرى. طبعا الجهات المختصة لتنظيم هذا السباق مش مقصرين، من ناحية القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الدفاع المدني، الجهات الأخرى اللي كلها مختصة لتأمين هذا الحدث اللي بيكون في الفجيرة إن شاء الله. نعم دكتور حمد، لو نتكلم عن مواصلة هالفعالية السنوية في استقطاب طبعا مستويات عالية وكبيرة من الحضور، احنا كل موسم نشوفه عدد الحضور والجماهير يزيد، فنبغي شوي نتكلم عن هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، مثل ما ذكرت أخوي للعدد دائما في ازدياد. ازدياد نعم. والفكرة الجوهرية اللي طبقها بنك الفجيرة الوطني اللي ما انقطع في جائحة كورونا لمدة سنتين عن هذا السباق، ولكن تم في استمرارية لهذا السباق واللي هو المشاركة عن بعد. فالسباق كان له طابع في بال المشاركين اللهم لك الحمد. على حسب الإحصائية اللي جاتنا البارحة بعدد المشاركين لحد الآن نحن عندنا 2200 مشارك في هذا السباق الحمد لله رب العالمين. الجهود متواصلة بالترويج لهذا السباق عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الله يسلمك الإعلانات اللي تكون في الشوارع، وكذلك عن المنشورات المطبوعات ولله الحمد. ولله الحمد. شوف دكتور حمد، لكل طبخة سر. نعم. فأنت أكيد عندكم سر بأنكم أنتوا ما شاء الله وصلتوا هالسباق عالمي صار الحمد لله. مستمر ما انقطع حتى أيام الجائحة، عدد الحضور وعدد المشاركين في ازدياد موسم عن موسم، هناك سر نبغي نعرفه.
إن كان سر يعني إن كان سر. مثل ما قلت لك يا أخوي الكريم، بنك الفجيرة الوطني يهتم اهتمام كبير بالمشاركات المجتمعية. نعم. مش فقط سباق بنك الفجيرة الوطني، إحنا عندنا مبادرات أخرى مجتمعية، هذه اللي تخلينا نحن دائما متواصلين مع المجتمع. قريبين من المجتمع. نعم، متواصلين وقريبين من المجتمع. وأنا أقول أي شركة أو مؤسسة لازم يكون لها دور مجتمعي كبير، لأن الشركة أو المؤسسة في النهاية هي عبارة عن أفراد، والأفراد هذولا من المجتمع، فالاهتمام بهذول الأفراد والمبادرات المجتمعية طبعا بتكون لها طابع جدا إيجابي في المجتمع. أكيد طبعا. الحين بنتكلم عن أهم نقطة تقريبا، خاصة للمتسابقين، عن الجوائز. دكتور حمد، شو نوعية الجوائز وشو أعدادها، شو المكافآت، شو للسباق بشكل عام يعني؟ أستاذ الكريم، بالنسبة للجوائز، نحن من تسجيل المتسابق في هذا السباق في أي مسافة كانت 3 كيلومتر أو 11 كيلومتر، نعم، بيكون للمتسابق تيشيرت يحمل شعار المسابقة، راح يكون في ميدالية مشاركة. بالإضافة إلى ذلك في جوائز اللي هي مبالغ مادية موزعة على حسب المسافات اللي موجودة وذكرناها قبل، نعم، تعادل 100,000 درهم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور حمد، كيف لها السباق دور بأن يرفع الوعي وتحقيق حياة أكثر، خلنا نقول صحة ورياضة، ويعني من هالأمور هذه؟ مثل ما ذكرت سابقا أن العقل السليم في الجسم السليم. نعم. من ناحية هذه المبادرة راح تخلق وعي للمشاركين باتباع نظام صحي ممتاز للفرد نفسه، واتباع الرياضة كروتين يومي. الرياضة لازم تكون شيء أساسي في يومياتنا لتجنب أي عوائق صحية مستقبلا. طبعا الإنسان إذا كان في صحته وعافيته يقدر يعطيك لمدى أكبر وأكثر، صحيح؟ صحيح. فلهذا الشيء نحن نشوف أن هذا الشيء جدا مهم، أن الواحد لازم يركز على صحته، لياقته البدنية، نظامه الغذائي، على أساس أنه يقدر يعطي بشكل مستمر وأكبر. نعم دكتور، يعني هناك أكيد بلا شك يعني هناك تحديات أو صعوبات، وإن شاء الله ما تكون صعوبات يعني، ولكن نبغي نتطرق إن كانت هناك تحديات قد تواجهكم في تنظيم هذا السباق. التحديات اللي تواجهنا مثل ما قلت لك، واحدة من الأشياء اللي كانت جائحة كورونا اللي وقفتنا عن المشاركة الفعلية لمدة 2 سنين، ولكن بالعقول اللي موجودة وبالفكر السائد وبالابتكارات الحمد لله قدرنا نتخطى هذه بمبادرة وابتكارات جدا جميلة. طبعا الجهات المختصة والدعم وتحت رعاية سمو ولي العهد، نعم، الحمد لله أغلب الأشياء قاعدة تتسخر وقاعدة تمشي بحسب ما محسوب إلها، ونطلع للأفضل دائما ومستقبلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور، كيف بتندرج أو كيف يندرج السباق ضمن أهداف بنك الفجيرة الوطني في أنكم تعززون مشاركة أهل الفجيرة وكل أنحاء دولة الإمارات طبعا في الأنشطة الرياضية اللي تحتضنها الإمارة على مدار العام كامل؟ طبعا احنا لما اثرناه من أهمية الرياضة، ثانيا بالتواصل المباشر مع النوادي الرياضية في إمارة الفجيرة وخارج إمارة الفجيرة، وتحميس المشاركين على اساس ان يشاركون في هذه المبادرات. بنك الفجيرة الوطني مثل ما ذكرت أنا سابقا أنه مش بس سباق بنك الفجيرة، نحن أي مبادرة مجتمعية نكون سباقين فيها. طبعا عندنا مبادرات اللي هي تبرع بالدم من وقت لآخر، عندنا الفحص الشامل اللي يكون للموظفين من وقت لآخر، عندنا المشاركات المجتمعية تكون في شهر رمضان بتوزيع وغيره وكذا وكذا، فهذا هو اللي يخليك جدا مهتم أنك تكون في مجتمعك. ما شاء الله عليكم أمانة، يعني بنك الفجيرة الوطني قريب جدا من المجتمع، بحيث المبادرات هذه تدل، لهي أكبر دليل بأن قريب من المجتمع، قريب من الناس اللي حواليه، مش فقط جهة خلنا نقول استثمارية أو بنكية أو مالية،
لا، لها مشاركات مجتمعية واضحة للجميع ما شاء الله، والله يوفقكم أمانة. يعني الشيء هذا الواحد يفتخر فيه. الله يجزاك خير، ومثل ما قلت لك هذا واجب على كل شركة ومؤسسة وفرد في هذا الوطن الغالي والطيب، أنه يكون عنده مسؤولية لتمكين الأفراد في المجتمع والظهور بصورة أفضل دائما بإذن الله. والأجمل من ذلك دكتور حمد، أنكم تعتبرون هالشيء واجب، يعني أكثر عن كذا مثال لهذه المؤسسة العريقة الكبيرة ما أعتقد فيه. يعني يعطيكم العافية. تشرف يا طويل. الدكتور حمد جمعة سيف الغاشمي الزحمي، رئيس الأقسام في الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الفجيرة الوطني، شكرا جزيلا لك، وشكرا أولا للمديرين أو السادة المسؤولين في بنك الفجيرة الوطني على جهودهم وتفاعلهم مع فئات المجتمع، وطبعا شكرا جزيلا لك بحضورك معنا اليوم وتشرفتنا في الفجيرة تجمعنا. الشكر موصول لك ولقناة الفجيرة، والله يجزاكم خير على هذه التغطيات الجميلة واللي تثري المشاركات المجتمعية. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا. مشاهدينا، سنتحدث عن تحضيرات عيد الاتحاد 51، واللي إن شاء الله الله يعود علينا كل سنة وكل حول بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، بدأت التحضيرات والاستعدادات للمناسبة الغالية على قلوبنا، مناسبة اليوم الوطني للاتحاد 51. ولمعرفة تفاصيل مستجدات التحضيرات لهذا الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد 51، يسعدنا أن نستضيف عبر برنامج زوم الأستاذة مريم المريخي، عضو في فريق الاتصال في لجنة احتفالات عيد الاتحاد 51. أستاذة مريم، حياك الله معنا في برنامج الفجيرة تجمعنا. الله يحييك ومشكور على الاستضافة. العفو، هذا واجب. أستاذة مريم، ما هو الدور الذي تقوم به لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد 51؟ يترأس اللجنة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة. وتشكلت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد 51 للإشراف على الاحتفال الرسمي، حيث تعمل اللجنة على وضع وتنفيذ خطة شاملة للاحتفال بعام 51 على المستوى الاتحادي والمحلي. نعم أستاذة مريم، ماذا عن موقع الحفل الرسمي لعيد الاتحاد 51؟ سيقام إن شاء الله الحفل في إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتم اختيار الموقع باعتباره من أبرز المراكز اللي استضافت احتفالات عيد الاتحاد على مدى سنوات طويلة، ولما يحمله المركز من ذكرى احتفالات عيد الاتحاد على حياة أبونا الله يرحمه زايد. وحبينا مع بداية الخمسين أن نجدد المسيرة من نفس المقر اللي شهد تطورات كثيرة خلال الخمسين الأولى. ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية. أستاذة مريم، كيف سيتمكن الجمهور أو الجماهير من مواطني ومقيمي الدولة من حضور أو مشاهدة هذا الاحتفال؟ الجمهور يقدر يشاهد العرض في 2 ديسمبر مباشرة على الموقع الرسمي uaenationalday.ae وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية. واللي حاب يشاركنا من مواطنين ومقيمين في الدولة يقدر يحضر العروض العامة من تاريخ 3 إلى تاريخ 11 ديسمبر. بغينا نعطي فرصة لكل من يعتبر الإمارات وطنه أن يحتفل معنا هالسنة. جزاكم الله خير على هذه المبادرة. طبعا أستاذة مريم، على ماذا يسلط الضوء عرض عيد الاتحاد 51 هذا العام؟ شكل عيد الاتحاد 51 للدولة لحظة تواصل بين الوطن وكل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له، للاحتفاء بالوحدة المجتمعية. الاحتفال بياخذ الجمهور في رحلة مع أجيال، مع بعض الرواد الملهمين، تمهيداً لبناء مستقبل مشترك نحو 2071 بسرد قصص إبداعية وفنية. وسيتم إن شاء الله إعلان تفاصيل أكثر في الأيام المقبلة. ننتظركم إن شاء الله. أستاذة مريم، ماذا عن الفريق الإبداعي وراء إنجاز العرض المخصص للحفل الرسمي لعيد الاتحاد 51 في 2 ديسمبر؟
يقود تحضيرات عرض الاحتفال الرسمي لهالسنة بعيد الاتحاد الفريق المبدع والمتنوع اللي أشرف على العروض الاحتفالية الاستثنائية في العام الماضي لعيد الاتحاد 50، وسيتم الإعلان عن الفريق الإبداعي والمزيد من التفاصيل عن العروض خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله، ودامت أفراح الإمارات دائما وأبدا بإذن الله. الأستاذة مريم المريخي من فريق الاتصال في لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد 51، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم، وإن شاء الله كل سنة والإمارات في أمن وسلام. اللهم آمين. شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، كنا نتريى بطولة العالم للهواة والمحترفين مستر أند ميسز وورد، واليوم بدوا عملية التسجيل وإجراء الوزن تمهيداً للمشاركين في البطولة لانطلاق منافسات البطولة باكر إن شاء الله في مجمع زايد الرياضي في إمارتنا الحبيبة إمارة الفجيرة. وتقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. مشاهدينا، نتابع المزيد من هذا الموضوع في هذا التقرير التالي. إن شاء الله اليوم راح نبتدي بطولة العالم للهواة والمحترفين في إمارة الفجيرة. حالياً راح يكون تسجيل اللاعبين والتشيك إن للمحترفين. طول اليوم راح يكون للميزان وللتسجيل. بكرة راح تبدأ المنافسات إن شاء الله. البطولة قاعد تسجل أرقام ومستويات جداً جميلة، إحنا قاعدين نراقبها من الصبح في الميزان. المستويات اللي حضرت البطولة مستويات جداً قوية ومستويات عالمية، وراح تشوفون بطولة تليق في هذا المستوى من التنظيم ومن امتداد هاي البطولة 20 سنة حاليا في إمارة الفجيرة. إن شاء الله راح تشوفون شيء بيض الوجه بإذن الله. بكرة راح نبتدي بطولة الهواء، نبتدي في البادي بيلدينغ والفيزيك، وبعد بكرة راح نختمها في المحترفين إن شاء الله. ومثل ما أنتم عارفين البطولة قاعدة تحتضن جوائز جدا كبيرة على مستوى العالم، نخبة اللاعبين موجودين هنا راح تتمتعون في بطولة محترفين من العيار الثقيل. اليوم عندنا ميزان البطولة نقسم فيه أوزان اللاعبين على حسب الفئات، منهم البادي بيلدينغ، الكلاسيك فيزيك، والفيزيك والماسكولار فيزيك. وعقب ما يخلصون اللاعبين تسجيلهم عشان ينتقلون لمرحلة البطولة بكرة إن شاء الله وبعد بكرة. حبيت أشكر الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشارقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على هالدعوة وعلى هالتنظيم الحلو. بالنسبة لبطولة العالم للهواة والمحترفين المولب الفجيرة، طبعا دي من أكبر البطولات اللي موجودة، والبطولة دي محضرة لها من بدري جدا من أكتر من 6-7 شهور. طبعا النظام اللي الواحد بيتبعه بيكون نظام قاسي شوية، إذا كان تمرين أو نظام تغذية، تجهيزات التمرين، الشاقة، الامتناع عن الأكل، الامتناع عن الشرب، طبعا الحاجات دي مع مدربين متخصصين. وإن شاء الله ربنا يقدرنا بإذن الله ان احنا ناخد الذهب ان شاء الله وناخد كارت احتراف، لان ده باذن الله بيأهلنا للي جاي ان شاء الله للاولمبيا. اليوم كان التسجيل، انا جيت هنا عشان اسجل، ما شاء الله التنظيم جدا جميل، الموضوع ما خدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، يا دوبك سجلت دفعت الرسوم ودخلت للجنه جوه عشان يجهزوا لنا الحاجه وادونا الكروت التسليم اللي احنا هنبدا ندخل بيها الماتش ان شاء الله بكره باذن الله. ان اليوم بنبدا التحميل ونبدا تجهيز عشان خاطر بكره الصبح ان شاء الله الماتش بيبدا، هم محددينه حتى لما الدنيا توقيتات وكل شيء. ان شاء الله باذن الله انا الماتش عندي هيبدا من بكره الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12، وبإذن الله بيخلص لغاية آخر اليوم، لأن يوم السبت يبدأ المحترفين إن شاء الله. نعم مشاهدينا، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أطلقت بالتعاون ويا جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين مبادرة مميزة بعنوان مبادرة إسعاد كبار المواطنين. المبادرة تقام بهدف رد الجميل للجيل الأول من المؤسسين وبنات الوطن وتكريم كل من له بصمة في خدمة المجتمع من كبار المواطنين. مشاهدينا المزيد في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، رحبوا ويانا في الاستوديو بالدكتورة بدرية عبيد الضنحاني عضو مجلس إدارة جمعية
الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين ورئيس الشؤون الاجتماعية في الجمعية. دكتورة حياك الله معنا. مرحبا يا أستاذ، حياك الله. الله يحييك. وأيضا رحبوا ويانا مشاهدينا بالدكتور حمد البقيشي، عضو في جمعية الإمارات أيضا لأصدقاء كبار المواطنين ومنسق مساعد لمبادرة إسعاد كبار المواطنين. دكتور حمد حياك الله معنا. حياك الله أخوي علي، الله يحفظك. نورتونا. الله يطول عمرك. يعطيكم العافية. الله يحفظك. شكرا لكم هالفعاليات والبرامج المميزة. هذا واجبنا دكتور. يعطيكم العافية. الله يسلمك، الله يسلمك. في البداية يعني دكتورة، لو تخبرينا أو لو تعطينا فكرة شوي عن جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، متى تأسست وشو أهدافها أيضا بعد؟ نعم، الجمعية أشهرت من قبل وزارة تنمية المجتمع بقرار وزاري برقم 1062 سنة 2015. أهدافها والخدمات الأساسية التي من أجلها تأسست الجمعية هي خدمة كبار المواطنين. طبعا أهدافها مسن نشط وسعيد، وضع الخطط وبرامج تخدم كبار المواطنين من متنوعة. طبعا البرامج هي خدمات صحية، تثقيفية، مجتمعية، وبإشراكهم أيضا في المجتمع. نعم. هذه أهداف الجمعية. نعم دكتورة، نروح لدكتور حمد. نبغي نعرف منك دكتور حمد الجهات المشاركة في هذه المبادرة، اللي أمانة وعلى الصعيد الشخصي أنا أشوفها مبادرة عظيمة، هي قمة من قمم الوفاء ورد الجميل لهذه الفئة تحديدا اللي ما نصبر بدونهم ونحن أصلا ولا شيء بدونهم. للأمانة أول ما تم طرح المبادرة تحس ان العالم كلهم ودهم يشاركون، كل المؤسسات، كل الجمعيات، كل القيادات ودهم يشاركون في هالبرنامج هذا. نذكر بعض منها، اللي هو عندنا الجمعية الهلال الاحمر، عندنا القيادة العامة لبجيرة، عندنا تدبير، ما ننسى شركة شاطئ المظلات اللي هو امبريلا بيتش، صراحة اعطونا المكان، نتمنى يعني ان شاء الله انه يعني المكان يخدم، يعني بيكون أصلاً هو منظر جمالي للمبادرة أو لكبار السن. وبعدين هذا شوابنا إحنا، يعني اليوم فعلاً لازم يعني نعطيهم، لأن هم الاستفادة منهم في الطب، في العلاج الشعبي قصدي، في القرآن، في أشياء كثيرة ومجالات كثيرة، فلازم ندمجهم مع أبنائنا، لازم ندمجهم معهم أساساً يطلعون بفائدة فعلاً يعني نرجوها منهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعاً دكتورة بدرية، أطلقتوا بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة إسعاد كبار المواطنين، نبغي تفاصيل أكثر دكتورة عن هذه المبادرة. مثل ما طرحت أخوي علي، المبادرة جدا مميزة ولها صيتها، واللي يعني زادها تميزا إن إحنا استهدفنا كبار المواطنين اللي لهم بصمة في خدمة المجتمع، مثل المؤذن، كبار الأئمة، المحفظين، حافظين القرآن، متطوعين من 30 سنة، اللي هم المعلمين اللي لهم ما شاء الله تاريخ في التعليم. استهدفنا هالفئة لتكريمهم، لأن بصراحة نحن بحاجة نستفيد من هالخبرات، يعني متعطشين للاستفادة لهذه الخبرات، وهم مثل ما قلت لك الجيل الأول، يعتبروا يعني الصراحة خدموا وطننا وأهل خبرة. نعم، أهل خبرة، ووجب علينا نحن أن احنا نكرمهم ونشارك معاهم وندمجهم مع الأجيال، يتعرفون على خبراتهم، على الأمثال ما شاء الله اللي يذكرونها، أمثال جدا يعني أنا من النوع اللي أستمتع، يعني لما أجلس معاهم أتكلم معاهم جدا أستمتع خبراتهم وتاريخهم وماضيهم، نحن نتعلم منهم القيم، نتعلم حتى الأمثال اللي ذكرتيها دكتورة. نعم. تستفيد منها فعلا على أرض الواقع. نعم صحيح. يعني مش مثل وخلاص، يعني نعم. تراثنا أخوي علي من محض تجربة، هو نعم. جرب وعطاك المثل هذا من خلال تجربته هو. نعم نعم. فينقلها لك بلا شك أكيد. يعطيكم العافية. طبعا دكتور حمد، ما هي يعني الفعاليات المصاحبة لهذه المبادرة؟ والله لو تعذرنا احنا اليوم الفعاليات اللي نحن
ناويين إن شاء الله نسويها بالتعاون مع دكتورة بدرية والتعاون مع الجهات المساهمة معانا، نبغي يعني على الواقع الناس يشوفونها. ليش؟ لأن بصراحة يعني باذلين فيها شوية جهد. مفاجأة. أو نبغيها تكون مفاجأة. أساس المفاجأة. يعني ما في شيء حصل حقنا هني. بالعكس، أنتوا كل الخير لكم، وجودنا اليوم عندكم يعني هذه إطلاق للمبادرة. نعم، يعطيكم العافية. نرجع شوي دكتورة بدرية للأهداف أو أهداف هذه المبادرة. خلينا نتكلم شوي عن أهداف هذه المبادرة. يعني باستثناء أن نحن نكرم كبار السن، تكريم كبار السن هذا نحن ما فيه نقاش، واجب علينا أصلا. نعم. بلا شك. نعم. ولكن ما هي الأهداف الأخرى اللي ممكن تكون موجودة في تنفع هذه المبادرة أو تتخللها هذه المبادرة؟ هي من مثل ما وضحت بداية أنه تكريمهم أحد أهداف المبادرة. نعم. باقي الأهداف اللي إحنا مركزين عليها إشراك فئات المجتمع في هذه المبادرة. فئات المجتمع حين تشارك تبدع وتبتكر في تقديم الخدمات وتقديم الفقرات التي تسعد كبار المواطنين، وأيضاً دمجهم مع أسرهم، لأن هي هذه أساساً أحد أهداف جمعية كبار المواطنين، دمجهم ضمن أسرة داعمة ومجتمع من أجل نكون مسن نشط ونستفيد من خبراته. فهذه كانت أحد أهداف المبادرة، وإن شاء الله بإذن الله بتلقي نجاح كبير في منطقة الفجيرة بإذن الله. إن شاء الله تعالى. طبعا دكتور، كيف ممكن مبادرة مثل هذه تنمي خلنا نقول المحافظة على تماسك المجتمع في بعضه؟ اليوم طال عمرك هذه المبادرة يعني يمكن طبعا دولة الإمارات هي سباقة بهذا الشيء. عندنا يعني حكامنا الله يحفظهم، لما تشوف حاكم أو رئيس ينزل على الأرض ويقعد مع الشايب أو مع المسن ويقعد يقول له تعرفني أنا منو، ويكلمه يعني بعفوية، يعني ها فعلا فيه اهتمام بكبار السن أو بكبار المواطنين. متعة دكتور، متعة يعني فعلا. هذا الشايب أو هذا الشخص الكبير أعطى للدولة، فأنا لازم أقدره ولازم أعطيه. اليوم قلت لك استفادة، إحنا كلنا نستفيد منهم، من أفكارهم، من آرائهم، أشياء فعلا يعني يمكن ما تعلموا ولكن طبيعية فطرة فيهم أن هذا الشيء اللي هم يسوونه صح، من تربية، من تدريب، حتى من أكل، من أدوية، من كل هذه الأشياء. ففعلا في استفادة منهم، واليوم دولة الإمارات يعني تحث على كبار المواطنين، مسوي لهم أشياء كثيرة الحمد لله لك يا رب، يعني لا تعد ولا تحصى، من احترام وتقدير وأشياء يعني مبادرات لهم. فلازم نحتفل فيهم، لازم يعني نقدرهم، ولا شيء طبعا بالنسبة لهم بس هدية بسيطة أو مثل هذه البرنامج أو المبادرة. نعم. ترفع النفسية، ترفع الشعور، ترفع الدوبامين، هرمون السعادة. نعم. أشياء كثيرة يعني. نعم، جزاكم الله خير. طبعا أنا اليوم ماشي بحوص وبلوص في هالمبادرة هاي، ما بطلع منها. فالمبادرة طبعا أقيمت يوم السبت الماضي في منطقة دفتة. نعم. التابعة طبعا لإمارتنا الحبيبة أيضا الإمارة رأس الخيمة. نعم. ماذا قدمتم من خلال هذه المبادرة دكتورة؟ نعم، احنا حرصنا أن نختار مكان يعيد ذكريات الجميلة لكبار المواطنين، فاخترنا قرية بصمات الأجداد. هي قرية تراثية لكن ما شاء الله فيها طابع الجميل، التراث الجميل، حتى لما دخلوا كبار السن ودخلوا المكان أخذوا جولة، وكل شخص كان يعني أشوف السعادة بعينه قبل ما حتى نبادر في الكل يتذكر هني كنا نعيش، هني كنا ناكل، هني كنا. يعني توقعت أنك يمكن اليوم توديهم الأماكن اللي مثل هذه تقلب عليهم مواجع، يقول لك ليش جاي بالمهنية تذكرني بشيء وتكتب. لا بالعكس، يعني جدا جدا كانوا سعداء وذكروا ذكريات قديمة وكيف كانوا أمهاتهم وكيف كانوا أجدادهم. فهالذكريات لما تتردد بينهم وبين بعض تشعرهم بالسعادة وتنشط الذاكرة عندهم. أكيد صح، بس أنا ليش قلت لك في بداية كلامي وياك أنك أنت ممكن تقلب عليهم مواجع، لأن أغلب كبار السن الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله يوم تيبينا أو توديه مكان معين يحز في خاطره يقول لك هالمكان كان كذا،
تغير هالذكريات، ملامح هالمكان تغيرت. يوم انا كنت صغير ما كان كذي، فهني تقلب عليه المواجع. الله ان شاء الله يبعد عنهم المواجع ويبارك فيهم ويحفظهم باذن الله تعالى. نحن استاذ من خلال هذه المبادره نزيد الوعي لدى كبار السن، الشعور بالفرحه في لحظتها. انه يعني اعاده مثل ما صرحت وقلت تقليب المواجع والحزن هذا ياثر ترى على كبير السن. أكيد. فلما يكون عندهم وعي عيش اللحظه بلحظتها، الاشياء اللي مضت كيف تستثمرها، كيف تنقلها للاجيال بطريقه تفيدهم بدون ما انه ياثر على نفسيتهم. كانت صراحه كانت البرامج رائعه، كان موجوده فريق الفرقه الشاهين رزيف، كانوا من كثر سعادتهم كانوا يذكرون لهم بعض الشلات القديمة. قولوها ويجلسون معهم يعني عايشين. يذكرونها. نعم عايشين. اللي أرملة تقول كان زوجي يهديها لي، واللي كانت جدة تقول عيالي كنت يعني أونها لعيالي. فما شاء الله ما شاء الله كانوا طالعين، حتى كنا محددين لين الساعة 8 طلعنا من القرية الساعة 10. والله المفروض يكون بدون تحديد أمانة. القاعدة مع الفئة هذه مع كبار السن ما تنمل أبدا. نعم، ولا تحدد بوقت أصلا. نعم. يفترض. والحلو أخوي علي إن وقتنا الحين يعني كل هالمبادرات أو البرامج سويناها في هالوقت في شهر 11 وطالع الجو حلو، يعني ما تحتاج لقاعة مكيفة، لا في الهواء الطلق. نعم. خيمة، أجواء يعني تراثية فعلا. راعي البحر عنده يعني يتكلم عن البحر، راعي اللي بيتكلم يعني أشياء فعلا ترجعهم للماضي ويستانسون منها، يحصلون من وراها يعني ذكريات. هم حتى الشواب الحريم مع بعض، ريايل مع بعض، أكلات شعبية. يعني أتمنى إن شاء الله تيون وتشوفون البرنامج كيف بيكون إن شاء الله. دكتور حمد، يعني ما شاء الله الجمعية أيضا لديها تعاون كبير مع عدد مش بسيط ما شاء الله من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات وكلهم يعني ما شاء الله. لكن كيف التعاون هذا ممكن ينمي هذه المبادرة أو مثل هالنوع من المبادرات؟ شوف طال عمرك، اليوم التعاون عدنا احنا دولة الإمارات تحثنا بأن نكون متعاونين. يعني حتى المتقاعدين من الوزارة الداخلية من القوات المسلحة رجعوهم، اللي هو المساندة أتوقع اسمهم، فرجعوهم للعمل. ليش؟ لأنهم عندهم خبرات وعندهم كفاءات، بيستفيد منهم الطلبة، بيستفيد منهم العامة. فاليوم فعلا التعاون بين هذه الجمعيات أو هذه المؤسسات أو هذه الشركات فيها عائد كبير كبير. إحنا الصغار أو الأصغر مني راح يتعلمون السنة، راح يتعلمون الأشياء كثيرة يعني من الخبرات هذه، بيكون دمج حلو يعني. ففي أكيد استفادة كبيرة. نعم عجبتني. بس هاي إحنا الصغار تبغي تصغر نفسك يعني لازم. الله يعطيك العمر مجرد رغم. الله يعطيك طول العمر يا رب. الله يحفظك يا رب. دكتورة بدرية، يعني المبادرة ما شاء الله تتميز بحاجة حلوة وجميلة اللي هي الاستدامة والاستمرارية. اليوم في دفته، باكر في المكان الفلاني، اللي عقبه في دبا، اللي هذا الاسبوع الجاي في كذا، في استمراريه. هني حتى انت تشمل كل اللي من كبار السن، طبعا تشملهم وتوصلهم عشان بعد ما يقولون انت عارف كبار السن ما شاء الله عندنا هي والله وصلوا دفته ولا وصلونا. نعم تستوي الامور اللي مثل هذه. فنبغي نعرف المراحل ان شاء الله المقبله او الاماكن المقبله اللي انتم ناويين حاطين تارجت فيه، في خطة عندكم استراتيجية معينة أنكم توصلونها وتزورونها. نعم، عندنا المبادرة القادمة إن شاء الله بنغطيها في رأس الخيمة، قرية زايد التراثية إن شاء الله. نعم. عند العميد ركن سعيد لحة. نعم. قرية جميلة جدا مليئة بالأشياء التراثية من أيام القدم، حتى من الموبايل، من أول ظهور أول موبايل. طبعا القرية هذه افتتحها سمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. رئيس الدولة. الله يحفظه. وما شاء الله العميد ركن أبدع في تسمية القرى، سمى القرى على أسماء شيوخ الدولة. الله يحفظه. وبتكون نفس الشيء فعاليات بعد لإسعاد كبار المواطنين في جهات كثيرة مشاركة معنا، المدارس خاصة ومدارس حكومية، معانا مؤسسة صقر. نعم، مؤسسة صقر للدراسات والبحوث،
الطلبة بيطرحون بعض الأسئلة التراثية والترفيهية، مواقف تمثيلية، بنشاركهم بعدهم في طرح بعض المصطلحات القديمة على الأجيال اللي بيكونون حاضرين، وبيكون لهم ضيافة. وبعد البرنامج بيكون من الساعة 4 للساعة 8، وحياكم الله. البرنامج اللي عقبه إن شاء الله في الفجيرة تاريخ 26/11 إن شاء الله بإذن الله من 4 لين 8 على شاطئ مظلات الفجيرة. بنختمها إن شاء الله في خور فكان، بيكون في البداية في مؤسسة حياكم وقربوا للأستاذة فاطمة المغني. نعم. وبعدين باقي الفعاليات بيكون في مركز خور فكان الصحي إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية. نعم. هذه بتكون ختامية الموسم. نعم ختامية. نعم. طيب دكتور، ماذا عن الموسم المقبل؟ كونك ما شاء الله عليك رجل خبرة، فما هي توصياتك للعام المقبل لهذه المبادرة تحديدا؟ يعني المجالس اللي مسويتنها دولة الإمارات في الأحياء وفي المناطق صراحة هذه يعني لها دور كبير في تجمع كبار السن مع الشباب مع أبنائهم، اليد مع ولده ومع حفيده، فهذه المجالس ودنا أنها فعلا تتفاعل بدور أكثر من ورش توعوية، من أشياء يعني تهم المنطقة أو الحي اللي في المجلس هذا. يعني رحنا أنا الأمانة كانت عندنا ورشة قبل أسبوع في مجلس الحلاة. نعم. أنا انبهرت بالمجلس واللي فيه، ما شاء الله شواب وشباب وعيالهم، وفوق هذا الحريم ما شاء الله يعني كبار وبنات، ويعني كلهم قاعدين حاضرين الورشة، ففي شغف فعلا، في حب لهذه التجمعات. وهي يعني توصياتنا أن تتفعل المجالس لأن فعلا فيها فائدة، فيها تنويع. نعم دكتورة بدرية، أمانة يعني بلا شك لكل عمل هناك تحديات أكيد وصعوبات قد يواجهها يعني، لكن إذا سألناك يعني هل هناك صعوبات أنت واجهتوها في تنفيذ مبادرة معينة يعني؟ نعم، في أي مبادرة نحن ننفذها كجمعية بشكل خاص، وخاصة مثل هالمبادرة اللي لها طابع التميز وعلى مستوى دولة الإمارات. نعم. حد التحديات أني كنت يعني في البداية أنه ما حد فاهم شو هي تكريم كبار المواطنين، شو يعني ما مش فاهمين. لكن لما تسمع يقول كرمناهم زي شو كرمتوهم؟ نعم شو يعني؟ نعم، لكن لما أوضح الأهداف وأوضح اللي إحنا نسعى له وطابع الاستدامة وتقديرهم، صراحة الكل بادر. نعم. الكل بشكل يعني لين أمس يتصلون فيني يبون يشاركون، خلاص أنا اكتفيت البرنامج مليان. فطبعاً كان الشيء الحلو أني عملت قاعدة بيانات للجهات اللي حابة تشارك للعام القادم، ويكون إن شاء الله بإذن الله في التميز واستدامة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، الله يوفقكم ما شاء الله عليكم دكتور. حتى اللي بيشارك ترى. نعم. يعني يعطينا عروض، يعطينا أشياء لخدمة البرنامج. يعني احنا الشركة الفلانية بتشارك، تعال احنا بنشارك، لو بعد بنقدم اشياء. فعلا يعني الكل متعاون. الكل متعاون. نعم، كوبونات خصم، عاطينهم مطاعم بعد خصم، اللي يجي مع عائلته ومع كبير السن له خصم. في كافيتيريا اتوقع او ايس كريم خالي من السكر. نعم. أي عائلة تحضر ومعاها الوالد أو الوالدة تكون الوجبة مجانا تقدم لها العائلة. هذا يساعد طبعا للتلاحم الأسري ويكون يعني يطلعون جروب كامل من البيت، الأب والأم والعيال. طبعا, نعم. طبعاً. حلو. نعم. بس ما أدري، أنا جتني فكرة كذي كونهم من كبار السن وكون الفعاليات هاي تقام في أماكن تراثية، خلنا نقول في أماكن قديمة بالنسبة لنا، أو تدخل في حتى الموروث الشعبي الخاص بمجتمعنا وبدولتنا. ما أدري، هي فكرة لعلها ترى النور. يعني بدال ما أنا أجيب أكل من برا وخالي السكر وغيره والأمور مثل هذه، ليش ما أسوي مثلا الطبخات الشعبية؟ نحن نصف جذور 4-5 جذور وتحت وعلى الحطب والهذا على حسب المكان على حسب المكان، هو أكيد بلا شك. ولكن
لا تقول لي دكتور انه ما في مكان، اكيد في مكان، لا في مكان راح. والدوله الحمد لله ما مقصره، نحن معاريسنا قبل كان قدام البيوت طبعا في الشارع. نعم. لا لا نحن نتكلم يعني مثل عندنا احنا شاطئ المظلات اليوم ما نقدر نحط فيه مثل ما تقول جدور ومثل هالاشياء، يعني مكان مرتب، مكان راقي، مكان مصروف عليه، مكان يعني فعلا الشخص يرتاح في انه يتمشى فيه. انك يعني فمثل هلا كنوع يا دكتور، بالعكس هذه في اماكن تراثيه عندنا. نعم. يعني في اماكن تراثيه كثيره غير نقدر تقدر تسوي، بالعكس فكره وايد حلوه. لما في دفته كانت صاحبه القريه قالت لهم شو رايكم اسوي لكم قهوه على الحطب، فاستانسوا شفتي كيف؟ هي وكلهم تركوا القعده وكلهم راحوا عندها وهذا، فصدق يعني اقتراحك مميز ان شاء الله، وبنحطه ان شاء الله باسمك يا استاذ علي ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه له امانه، على اساس فعلا يحسون بهذه التجربه. نعم. اسعادهم اسعادنا صراحه. نعم اكيد. فاسلط الضوء او احط زوم اكثر على المناطق التراثيه اللي انا راح اقيم فيها هذه المبادره. بدل ما اروح على البحر يقولوا لي لا والله ممنوع انت تحط حطب وضوء تشب الضوء هني، لا بروح المناطق التراثيه اللي انا ممكن اخذ راحتي اكثر فيها. نعم. طبعا جهودكم عظيمه، الله يبارك، مبادره جدا ممتازه. ما يحس فيها الا اللي يعرف معانيها. طبعا انتم واصحاب معنى، الله يعطيكم الصحه والعافيه. دكتوره بدريه عبيد الظلحاني، عضو مجلس اداره جمعيه الامارات لاصدقاء كبار المواطنين ورئيس ايضا الشؤون الاجتماعيه في الجمعيه، والدكتور حمد البقيشي، عضو في جمعيه الامارات لاصدقاء كبار المواطنين ومنسق مساعد لمبادره اسعاد كبار المواطنين. انتوا اليوم شرفتوني في الاستديو، اسعدتوني بهذه المبادره. نحن اسعدنا بهاللقاء الجميل، الله يعطيك، وهالطرح الجميل والابداع الجميل، دائما متميز يا استاذ. الله يعطيك الصحه والعافيه. نعم. وشكرا جزيلا على تواجدكم. الله يحفظك. واكيد بلا شك ان شاء الله على امل لقاء بكم ان شاء الله في مقابلات قادمه باذن الله. باذن الله. ومن منبركم احنا ندعو كل المتواجدين حتى يبون يعني شوابهم ويون يحضرون ان شاء الله، الجو بيكون يعني لطيف باذن الله، والاجواء حلوه بتكون باذن الله تعالى. ما قصرت يا اخوي، شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم يا رب. مشاهدينا الكرام، راح نتعرف على تجربه جديده وهي تجربه الترجمه الادبيه، التحديات والصعوبات، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا يعني. نعم مشاهدينا، حياكم الله من جديد. مشاهدينا، الترجمة الأدبية من أصعب أنواع الترجمة على الإطلاق. كيف تنقل وتوصف أو توصف شعور من له لغة ثانية، مثل شعبي، عادات وتقاليد وغيرها من المصائب. ضيفتنا اليوم راح تكلمنا عن تجربتها في الترجمة الأدبية بعد ترجمتها لأول كتاب لها واسمه قرية قلبي. راح نتكلم أكثر عن هذا الكتاب في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، رحبوا ويانا بالكاتبة الأستاذة هداية المازمي. حياك الله أستاذة هداية ويانا في برنامج الفجيرة تجمعنا. يا مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، وأتشرف أني أكون معكم اليوم في الحلقة. هذا واجبنا، الله يحفظك. يا مرحبا بك أستاذة. بداية نبغي نتكلم عن تجربة الترجمة في اللي أو اللي دفعتش أنك أنت تترجمين هذه الرواية. طبعا كتاب قرية قلبي كان أول. طبعا هو رواية. لا. مش رواية. هو خواطر وقصص قصيرة. جميل. عن قرية أنا اخترعتها. والكتاب العربي كان أول كتاب أقرأ بالعربي، وخذ مني تقريبا ساعة ساعة ونص عشان أخلصه. ويوم خلصته يعني شعور وايد حلو، انه اعطاني الامل والحب وخلاني افكر بطريقه وايد مختلفه. فقلت ليش ما اخلي الناس تفكر مثل ما انا افكر، على عسى اكون انا السبب في سعاده شخص، او انه بالضبط ليش لا اخلي الشخص يفكر بطريقه احسن، او انه يطور من نفسه وبالتالي تتغير حياته اصلا. بالضبط. نعم. طيب استاذه هدايا، من وين بديتي؟ كم استغرقت منك ترجمة أول صفحة؟ أول صفحة قبل لا أترجم قريت الكتاب 7 مرات عشان أفهم الكتاب وإني أحلله، وصفحة واحدة كانت تأخذ مني تقريبا 15 دقيقة نص ساعة.
والكتاب كامل خذ مني تقريبا شهر شهر ونص عشان اخلصه. الترجمي كامل؟ كامل ما شاء الله عليك. طيب اكيد واجهت صعوبات. هي. شو هي؟ مثل ما قلت كان اول كتاب عربي اقراه. انا انتمي الى كتب اجنبيه، فيوم قريت الكتاب كان في وايد تشبيهات ومفردات صعبه. يمكن احد ثاني اذا قرا قال بيكون سهل او انه شيء معروف، لكن بالنسبه لي وايد كانت صعبه، وكنت اشوفها انها وايد قويه، وما كنت القى على نفس المستوى كلمات مترجمه. فخذ مني وايد وقت، هالشيء المعين اللي خذ مني وقت اني احصل على كلمات متشابه، يعني تشابه ان على نفس المستوى والقوه. هذا اللي واجهت بس الصعوبة. طيب أستاذة هدايا، أنت كنت تستعيني بالترجمة اللي هي اللي ترجمة ببرامج الترجمة ولا بالقواميس؟ لا، كنت أستعمل قواميس عربية عشان بس أفهم بعض المفردات اللي كانت صعبة علي. نعم. طبعا أنا راح أستغل فرصة وجودك هنا، لأن في سؤال دائما يطرح ماذا عن ترجمة جوجل؟ ترجمة جوجل تقدر الواحد يثق فيها؟ لا أبداً، مستحيل، لأن تقريباً يعطيك الترجمة خطأ 100%، ما في ولا كلمة صح. صحيح، يعني هذا هو المتداول. فأمانةً استغليت وجودني عشان أسألك هذا السؤال للإفادة العامة. يعني طبعاً أستاذة، شو الشيء اللي تغير فيك بعد انتهائك من ترجمة هذا الكتاب؟ طريقة تفكيري، لأن أنا كطالبة علم نفس كنت أشوف إذا شخص غلط كنت أقول هالشخص لا علاج، أن هالشخص خلاص أنا بعالجه وما بيكون ما بيغلط مرة ثانية. يوم خلصت هالكتاب فهمت أن خلي يغلط، خله برايا، مهما كان الغلط صغير كبير خلي الإنسان يغلط، لأن من هالغلط هو راح يتعلم، وما حد معصوم عن غلطه. أكيد. فشيء عادي، يعني هالشيء الوحيد اللي صج ثبت وياي للحين، أن إذا شفت أحد غلط نظرتي بالنسبة له يعني ما تتغير، نظرتي لهالشخص اللي غلط ما تتغير، كن مثل ما هي لأنه راح يتعدل وراح يتعلم من شيء. جميل جميل. طيب أمانة ما حسيتي في بعض الأحيان يعني بالملل وأنك أنت يأستي من هالكلام هذا؟ مو بالملل واليأس، اليأس باليأس، لكن بالهزيمة. ليش؟ وايد كانت تيني أفكار سلبية من ناس ومن ناس أقرب لي، فنقولوا لي هدايا أنت مو كاتبة، أنت أخذتي أي كتاب عادي جاهز وترجمتي، يعني وين الكتابة في الموضوع؟ هم حاطينه في بالهم أن أنا بكتب يعني أو بترجم كلمة كلمة أو سطر. لا، أنا هلا بالنسبة لي يعني، وأنا قريت الكتاب 7 مرات لسبب، أنا عشان أفهم الكتاب، عشان أحلل أعرف شنو هي الرسالة، فأنا أخذت هالرسالة وكتبتها بطريقتي. الكتاب العربي يخلص إلى واقع أمني 11، أنا الإنجليزي يمتد إلى 15، عطيته من نفسي، طورته حسنت فيه. أنا ما ترجمته كلمة كلمة، لا، الناس حاطه في بالهم لا هذا الكتاب جاهز، حطيه في جوجل ترانزليت وهو بيترجم الكتاب، يعني ما سويتي شيء، لكن الحمد لله. لا بس يعني في لحظه سمعتي للناس، هي. لذلك يا شعور الهزيمه، فهذه غلطتك انت، لا تسمعين، كوني واثقه في نفسك وبالعمل اللي انت قاعده تسويه. لو كان من شخص غريب كنت بقول، لكن حتى وان كان حتى لو كان من اقرب الناس لي وحسيت انه راح يحطمني بكلام معين او باسلوب معين وانا حابه الشيء هذا، لا، انا ما اسمح لاي حد انه يحطمني واستمر في طريقي. بالضبط، لكن وقتها اصلا الشيء ما كان في بالي، بس الحمد لله بوقفه ابوي وياي هو اللي دعمني وقال لي لا هذي لا تسمعين الناس او اللي انت تبينه، والحمد بالضبط. لله الكتاب موجود. بالضبط، وان شاء الله غيره وغيره وغيره باذن الله. اكيد. أستاذة هدايا، أنت كنت تراجعين مرة ومرتين، المترجم كم مرة يحتاج عشان يروح ويثق خلاص يقول لك خلاص أنا بطبع الكتاب هذا؟ عن تجربتي الشخصية أنا يمكن راجعتها فوق 10 مرات. خلصت في السنة بداية شهر واحد، خلصت بداية وآخر 2 بداية 3، راجعتها فوق 10 مرات هني لين شهر 5. ليش عشان أكثر 10 مرات؟ تبغى إنه يطلع الشيء بيرفكت يعني؟ بيرفكت، لازم الشيء، لأن هالشيء أنا مو بس ترجمته، بس أعطيته بعد شيء من عندي،
في كلمات تحفيزية أنا زدتها من عندي وفي أشياء غيرتها، فكنت لازم أتأكد أن كل شيء يكون بمعنى الكلمة. أبى القارئ يوم يقرأ كتابي يحس بنفس الشعور اللي أنا أبا يحس. إيه بس خلينا نوقف عند نقطة، أنت قلتي أنا أعطيتها شيء من عندي. مهنياً هل يجوز بأني أنا كمترجم أضيف كلمة أو جملة من عندي لكلام أصلاً موجود؟ شوي تغير ولا تضيف؟ يتغير ويضيف، لأن في كلمات أو جمل باللغة العربية يوم تحولها بالإنجليزي ما يكون نفس الشيء، المعنى يكون غير. فعشان أن نحن نعطي نفس المعنى لازم نضيف ونغير. فإذا أنا بس سويت يعني ترجمت الجملة مثل ما هي أصلاً ما راح يكون لها معنى. فعشان أني أعطي نفس المعنى ونفس القوة والشعور لازم أني أغير وأني أضيف، لكن نفس الرسالة. صحيح. طيب أستاذة هداية، هل استعنتي بشخص ولا كان مجهود شخصي منك؟ لا كان مجهود شخصي، لأن كنت أشوف أني أستعين بشخص ضعف، وكنت أتحدى نفسي أنه لا هداية استعيني بقواميس أو أي شيء ثاني، بس لا تستعين بشخص هذا ضعف. فكنت أتحدى نفسي أنه ما أسأل حد أو أني أساعد، أنه أسأل حد على أنه يساعدني. حلو. طيب شو الخطة الجاية المقبلة؟ أو بتكون رواية ولا ترجمة ولا شو بتكون؟ أنا أمانة بما أني أشوفك متحمسة لهذه الترجمة، أنا أتمنى أنك أنت تكتبين ولا تترجمين، تكتبين رواية خاصة فيك أنت باللغة الإنجليزية، ما عندنا مشكلة، ولكن خاصة في هداية المازمي. بشارة عندي إصدارين على سنة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. الأولى صار لي 3 سنوات أكتبه، واللي هو كتاب تنمية بشرية. نعم. وباللغة الإنجليزية. والإصدار الثاني هو رواية خيالية لكن فيها أحداث واقعية، وراح تكون باللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقك يا رب، يعني ونشوفها ونقراها بإذن الله تعالى هذه الرواية. لكن بتخوضين تجربة الترجمة من الإنجليزي إلى العربي على عكس ما أنت سويتي؟ لا أنا أشوف الشيء ما ليش لا أنا... أيوة هني خليني شوية، مع أن اللغة العربية سهلة جدا، بس أنت بتقول سهل بس غير على أني درس 14 سنة في مدرسة بريطانية وما كافي وايد أهمية للغة العربية، غير أني أنا درستها لنفسي يعني. ويعني أشوف يعني الحين يوم كنت أترجم هالكتاب كنت أواجه صعوبات، شنو لو أقرأ كتاب إنجليزي وسهل وأترجمه للعربي وأنا ما أعرف القواعد ولا النحو ولا أي شيء يخص اللغة العربية. طيب أنت ليش ما حاولتي تنمي مهاراتك في اللغة العربية، هذا الجانب تحديدا اللي أنت تشوفي نفسك شوي ضعيفة فيه لحد ما؟ مثل ما أنت تتعلمين باللغة الإنجليزية كل حاجة، إذن اللغة العربية هي اللغة الأم، هي اللغة الأساسية لنا نحن كمسلمين أولا وكعرب ثانيا، يجب أن أنت تكوني متواصلة مع هذه اللغة، فيفترض عليك أنك أنت تتعلمينها عشان تقدرين الترجمين أيضا. هذا يساعدك أنت في شغلك. عشان أني أطور هالشيء من نفسي، أنا الحين بديت أقرأ لي كتب أدبية باللغة العربية، وعجبت أني أكون وايد يعني familiar مع الكلمات العربية وأكون عارفة وفاهمة التشبيهات الصعبة، فأنا شيء شوي يعني بطور من نفسي من هالشيء إن شاء الله تعالى. أستاذة هداية، أنت شاركتي في معرض الكتاب؟ متى وأي سنة؟ هالسنة في معرض الشارجة، وكان أول إصدار لي هناك اللي هو هذا. إيه. إن شاء الله عليك يعطيك العافية. طيب أستاذة هداية، كلمة أخيرة تحبي توجهينها؟ كلمة بيقولها لمجتمعنا خاصة للشابات والشباب، أن مهما كانت الصعوبات أو الضغوطات اللي تواجهونها في حياتكم، إذا عندكم هدف اسعوا له مهما كان، لا تخلون أي شيء يوقفكم، لا تسمعون كلام الناس مثل ما أنا سمعت، لا تسوون أي شيء ثاني يخليكم توقفون عن حلمكم أو أن ما توصلون للهدف اللي أنتوا تبونه. وإذا حصلوا طيب في ناس تحطمهم، شو يتصرفون معهم؟ أوقفوا يعني تذكروا الهدف اللي أنتوا تبونه، أعرفوا أن الهدف اللي أنتوا تبونه بيوصلكم بمكان، أنتوا ما بغيتوا هالهدف إلا لسبب معين، إذا أنتوا تبون هالشيء سووا، تذكروا أن لا نحن نبغى هالهدف، نحن نبغى نوصل له، نحن نبغى نراوي ناس أن نحن نقدر نوصل، مو بس هم وكلامهم ما يأثر فينا،
فلازم توقفون وتتذكرون الهدف اللي انتم تبونه، وتذكرون ان في ناس وياكم يشجعونكم، عشان انكم تخلونهم فخورين لازم توصلون للهدف اللي انتم تبونه. وانت هدايه بهذه الترجمه او ترجمه هذا الكتاب، وصلتي للي تبغينه ولا بعدك؟ اقدر اقول اني وصلت شبه، لاني انا اثبت حق الناس اني انا قادره، وان كلامهم ما اثر فيني، وان شاء الله الزارات الجايه راح تكون هي الاثبات ان انا قدرت ووصلت، او الضربه القاضيه. الضربه القاضيه هي الضربه القاضيه لكل من هو يعني كان في يوم من الايام حطمك، كسر نيحاتك على قولتهم. فلا ان شاء الله لك التوفيق امانه، كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله، وتستمرين في هذا العمل الجميل والمختلف امانه، مميز ومختلف ان شاء الله. ما كنت شفت مثل انا امانه، فالله يوفقك استاذه هدايه. طبعا يعطيك العافيه، ما قصرتي ما شاء الله عليك. نعم استاذه هدايه المازمي، او الكاتبه والاستاذه هداية المازمية، إن شاء الله عقبال ما نشوفك إن شاء الله كاتبة كبيرة بإذن الله تعالى. الله. شكرا جزيلا لك على تواجدك معي اليوم في هذا الاستوديو، على أمل لقاء أيضا بك إن شاء الله في مقابلات قادمة، وتكوني إن شاء الله مترجمة ومسوية وكاتبة كذا كتاب تجمعينهم هني على الطاولة هالكثر إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذة هداية. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما نعرف سد رفيصة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية، بالتحديد في مدينة خورفكان. وأطلقت هيئة الإنباء التجاري والسياحي بالشارقة الهوية المرئية الجديدة لسد الرفيصة، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لحفل إطلاق الهوية المرئية الخاصة بسد الرفيصة. وتستلهم الهوية المرئية لسد الرفيصة عناصر تصميمها من الطبيعة والبيئة وأصالة المكان والموروث الثقافي لأهل المنطقة وشغف محبي المغامرات والأنشطة الجبلية والرياضية وعشاق الثقافة والتاريخ والآثار والطبيعة. نعم مشاهدينا، نتابع معاكم هذا التقرير اللي رصدنا لكم إياه كل ما يخص هذا الموضوع، نتابع. تم اليوم إطلاق الهوية الجديدة لسد الرفيصة. هذه طبعاً الوجهة مميزة بحد ذاتها من التضاريس اللي فيها الجبلية والمسطحات المائية والأنشطة، وهي متنفس في الحقيقة للعائلات ولجميع المواطنين والمقيمين والزوار من خارج الدولة. نحن نقول دائماً أن الهدف من مثل هذه المشاريع لدى صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن خطة استراتيجية تنموية شاملة، والقطاع السياحي رافد كبير أو أساسي دعم الاقتصاد، والعائد سيكون يعني بطبيعة الحال على المجتمع وعلى الإنسان. نحن طورنا العديد من المرافق مع شركائنا في سد الرفيصة، والانطلاقة اليوم دليل على ذلك. إن شاء الله ستكون هناك برامج على مدار العام، اللي هي أنشطة وبرامج ومعارض متنوعة ومختلفة لجذب الزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات لاستكشاف مدينة خورفكان والتعرف عليها من خلال المحتوى اللي موجود وخطة التسويقية والترويجية لسد الرفيصة ومدينة خورفكان. عدد كبير في الحقيقة، يمكن أكثر من 15 جهة أو 16 جهة مشاركة معانا في هذه العملية، لأن مشروع كبير ووجهة كبيرة تتطلب كثير من يعني العمل اللي هو التشغيلي والمعايير التشغيلية لضمان سلامة الناس ولضمان كذلك تقديم أفضل التجارب للناس، ويترك يعني إن شاء الله هذا أفضل انطباع. مبدأ مشاركة النادي في الفعاليات المجتمعية، ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بعض العروض البحرية بمناسبة افتتاح الهوية الجديدة لسد الرفيصة. شارك النادي بفعاليات عروض الفلاي بود ورفع صورة الحاكم الإمارة الله يطول بعمره، عروض الموتو سيرف والكياك والشراع للشباب الفرق المواطنين الصغار الجدد،
ومثل ما شفتوا يعني كان تفاعل كبير من الجمهور للعروض البحرية والتصوير، كان فعالية جيدة. نعم مشاهدينا، نشوف السيارة أحيانا توقف على جوانب الشارع، وطبعا هالشيء أحيانا يسبب الحوادث وهو حاجة خطيرة بلا شك. القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أطلقت حملة مرورية توعوية تحت شعار تجنب الوقوف الخاطئ عشان تحافظ الناس على أمنها وسلامتها. الحين راح نتعرف وياكم على تفاصيل هذه الحملة ويا ضيفنا عبر الهاتف سيارة النقيب محمد عبيد شلشول، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. سيارة النقيب حياك الله معنا في برنامج الفجيرة تجمعنا. مساء الخير أخوي علي، عليك وعلى ضيوفك في الاستوديو وطاقم العمل. الله يمسيك بالنور والسرور، يا مرحبا بك. حياك الله يا أخي. الله يحفظك، الله يحفظك. سيادة النقيب، بداية لو تخبرنا عن تفاصيل هذه الحملة المرورية التوعوية والتي تأتي تحت شعار تجنب الوقوف الخاطئ. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر حقيقة الفزون الفجيرة العفو لتعاونكم الدائم والمستمر مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال المشاركة في الفعاليات والمناسبات والأنشطة وبالأخص في الجانب المروري. هذا واجب. طبعا تجسيدا لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المنسجمة طبعا من الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمنا، وتوجيهات سيدي سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة. أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة طبعا متمثلة بإدارة المرور والدوريات حملة مرورية تحت شعار تجنب الوقوف الخاطئ. خوي علي، بالنسبة للحملة حقيقة مكونة من شقين، الشق الأول هو إلكتروني والشق الثاني ميداني. نعم. طبعا الشق اللي هو الأول اللي هو طبعا الإلكتروني اللي هو يتم من خلاله نشر التوعية على قائدي المركبات عبر حسابات القيادة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. نعم. والمواقع الإخبارية، وكذلك مساهمة الشركاء الاستراتيجيين. عرفت أنت اليوم المراكز التجارية في إمارة رأس الخيمة تشهد إقبال كبير، فنحن استغلينا طبعا الشاشات اللي موجودة في المراكز التجارية هاي لعرض رسائل توعوية، فيديوهات توعوية، كذلك بالنسبة لبعض الدوائر اللي هي سواء الحكومية أو الخاصة اللي هي طبعا فيها خدمات تقدم للجمهور، كذلك استغلينا الشاشات اللي موجودة لعرض إيش اللي هي نصائح وإرشادات وتوجيهات وفيديوهات توعوية عن مخاطر الوقوف العشوائي، سواء كان على الطرق الخارجية، سواء كان على الطرق الداخلية، سواء كان أمام المراكز التجارية، سواء كان في الأحياء السكنية، حتى يعني حتى في الأسواق. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي هو طبعا الميداني. الميداني تم طبعا وضع خطة مشددة للرقابة على الطرق الرئيسية والطرق الداخلية والأحياء السكنية كذلك، لتوفير بيئة آمنة للرقابة طبعا آمنة لمستخدمين الطريق. نعم. ورصد الظواهر السلبية وتوعية السائقين بمخاطر اللي هي إيش أو مخالفة الأشخاص الغير ملتزمين بأنظمة قوانين السير والمرور. نعم. في النهاية الهدف من الحملة أخوي علي هي تعزيز السلام المروري لا شك يعني على مستوى الإمارة من خلال نشر الوعي المروري حول السلوكيات اللي حقيقة نشاهدها اليوم سواء في الطرق الرئيسية أو في الطرق الداخلية أو أمام المراكز التجارية، وبعض السائقين يسيء استخدام هذه المواقف، والبعض حقيقة كذلك يستغل المواقف اللي هي ما ذوي أصحاب الهمم. فطبعا في النهاية كلها طبعا يعتبر وقوف خاطئ، يعني يسبب إيش ازدحام مروري ويسبب في نفس الوقت حوادث مرورية وإرباك حتى في حركة السير والمرور.
نعم سيادة النقيب، شو المخاطر اللي ممكن تترتب على الوقوف العشوائي على جوانب الطرق؟ اولا خوي الوقوف العشوائي هاي لا شك ان تسبب في وقوع حوادث مروريه يعني لا يحمد عقباها. يعني وثانيا هي عرقله لحركه السير والمرور خاصه في اوقات طبعا الذروه، يعني هاي الوقوف الخاطئ يسبب يعني اختناقات مروريه وازدحام شديد. ناهيك كذلك على ان هناك في ارباك للحركه المروريه في الشارع، هذا الارباك يسبب نوع ترى يعني الانسان يعني يرتكب مخالفه اخرى يعني يتسبب في حوادث مروريه في الشارع، قد تكون مركبه، قد تكون اشخاص يعبرون الشارع المشاة. فطبعا كذلك يعني مخالفه لانظمه قوانين السير والمرور. وطبعا هاي تعتبر مخالفه لقوانين السير والمرور مثل ما ذكرت اخوي علي. لابد اني انا احرص على ان يكون وقوف امن للمركبه. صحيح. حتى لا طبعا اتسبب لا قدر الله في حوادث مروريه او حتى اني يعني اتسبب في ارتكاب مخالفه مروريه. نعم نعم سياده النقيب. سياده النقيب اكيد هناك فئات انتم تركزون عليها في حمله تجنب الوقوف الخاطئ. نعم. طبعا اخوي علي احنا استهدفنا طبعا اليوم لازم تستهدف مستخدمي الطريق ومستخدمين الطريق اللي طبعا يقود مركبه ثقيله واللي يقود مركبه خفيفه واللي الحافلات. فنحن طبعا حاولنا ان جميع مستخدمين الطريق اللي يقودون مركبات سواء كان سيارات ثقيله سيارات خفيفه الحافلات حتى الدراجات الناريه احيانا يكون هناك يرتكبون اي طبعا وقوف او يرتكبون مخالفه الوقوف الخاطئ. فنحن شملنا جميع مستخدمين الطريق. نعم سيادة النقيب. سيادة النقيب في حال عدم التزام بعض السائقين بالقانون كم تبلغ قيمة المخالفة؟ بالنسبة أخوي بالنسبة للمخالفة الوقوف الخاطئ تتنوع مخالفات الوقوف الخاطئ للمركبات حسب ما حددها القانون حوالي في 17 حالة تقريبا، وتتراوح عقوبتها بالغرام بين الغرامة والأخرى من 400 تقريبا إلى 1000 درهم بحسب المخالفة، وأيضا احتساب نقاط مرورية لبعض المخالفات. على سبيل المثال المادة 62 والتي تنص على حظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق غرامة 500 درهم. وعندك المادة 70 من قانون السير والمرور الاتحادي والتي تنص على عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور كذلك غرامة 500 درهم. نعم نعم سيادة النقيب الله يحفظ الجميع، وطبعا شكرا لجهودكم الكبيرة في شرطة رأس الخيمة. سيادة النقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. جزاك الله خير يا أخوي علي، ونحن أكرر حقيقة شكري مرة ثانية لكم ولا تعاونكم، ونتمنى إن شاء الله الاستمرار لهذا التعاون إن شاء الله. الله في إن شاء الله الاستمرار. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. الله يحفظك. مع السلامة. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وتصبحون على خير.